قمة الدور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا التشامبيونز ليج بين تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، مباراة فعلا حتكون اسم على مسمى. شو هي حظوظ الفريقين؟ هيدا يلي رح نحاول نكشفه. نقاط ضعف وقوة الريال، نقاط ضعف وقوة تشيلسي، ولمين الأفضلية؟ منبلش بالريال. كتبت كم نوت أنا لحتى ما ننسى ونقلكن إياهن. بيمتاز الريال بامتلاكه كوكبة جواهر من اللاعبين، لاعبين وصلوا لأعمار بتسمى فيها مرحلة العطاء والنضوج الكروي، لأعلى ليفل ممكن يصلوا لاعب كرة قدم بعمره موجود عند الريال مدريد. بإدارة مدرب عبقري اللي هو أنشيلوتي، يعني هيك خامة من اللاعبين قادر تطبق خطط المدرب بشكل بحذافيره وبالشكل المطلوب. مش بس هيك، قادرة انها تبتدع الحلول وتطور هيدي الخطة الموضوعة بأي وقت ممكن. شو يعني هالشي؟ هالشي يعني لاعبي الريال قادرين يخلقوا الحلول بحالة عقدت الأمور على أرض الملعب. فعلا الريال فريق عالمي لا يستهان به أبدا. أما تشيلسي عنده كوكبة من اللاعبين بيمتازوا بالحيوية والنشاط. كيف يعني؟ يعني تشيلسي قادرين لاعبينه يتحكموا بإيقاع وريتم المباراة مثل ما يحلو لهم حرفيا. كيف يعني مثل ما يحلو لهم؟ يعني قادرين هاللاعبين يرفعوا ساعة اللي بدهم من سرعة وإيقاع اللعب ويوطوا وفق لوجهتهم ونظرهم لسير المباراة وكيف هن بأي حالة، حالة الدفاع، حالة الهجوم، حالة الضغط أو حالة يعني تخليص المباراة بأشواطها وتسييرها لمصلحتهم. وفقت كمان يعني قادرين يرفعوا هيدا الريتم لحتى يعني أهم شيء بالفوتبول بس ترفع ريتم المباراة إنك تكون حاطط براسك ترفع إيقاع وسرعة اللعب لتربك تحركات الخصم. يعني أنت بهجمة مرتدة قادر تربكه لخصمك لما يكون بحالة الهجوم، تخلق هجمة مرتدة تنظمها بشكل كتير فعال. أنا لمين بعطي الأفضلية؟ بعطي الأفضلية لريال مدريد لعدة أسباب. شو هي؟ السبب الأول هي خبرة ريال مدريد الكبيرة بهذه المسابقة يلي يمكن لازم تتسمع اسمه بقى دوري ريال مدريد لأبطال أوروبا إذا بدكم. السبب الثاني تذبذب مستوى لاعبي بالفترة الأخيرة وعلى رأسهم الإيطالي جورجينيو يلي بعده عم يتذبذب مستوى، عم بيفكر بأشياء تانية، إن شاء الله يجي لعنا على اليوفي. السبب الثالث والأهم هو مشكلة تشيلسي الاقتصادية المالية من بعد أزمة أوكرانيا. كلنا بنعرف رئيسه الروسي والعقوبات اللي حطت على هيدا الرئيس والمشاكل المادية اللي عنده إياها النادي. هلأ بتقولوا لي يمكن اللاعبين شيء واللاعبين مش مثلنا، لا بالعكس، لاعبين مش مثل اللاعبين المحليين مثلا بلبنان أو بالدول العربية معودين على الأزمات، يعني خلاص عايشين ببلاد فيها أزمة مسيرين الوضع. بس اللاعب الأوروبي لاعب محترف يعني ما أزمة بالنادي، بده يفكر بمستقبله، بده يفكر هذا لاعب بالنهاية حقه مليارات، يعني بقول لك أنا مش مضطر أشغل راسي بأزمة النادي. فكرمل هيك برجح الريال مدريد.